أزمات والتحديات مختلفة تهدد أمن واستقرار منطقتنا العربية والعالم أجمع. في ظل التحديات الجائحة كورونا جائحة كورونا وكذلك تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي زادت الأعباء عاتقنا وخاصة الأزمات الغذائية المترتبة على تلك الحرب الدائرة، مما يحتم علينا توحيد جهودنا لتفعيل آليات العمل العربي المشترك واعتماد سياسات تنموية حقيقية وخطوات جادة نحو إيجاد الحلول الناجعة لأزمات الطاحنة بالمنطقة.